مشاهدينا ضيوفنا الكرام، فتحت البوابات على بركة الله في عاشر أشواط هذه الأمسية، الشوط الختامي وختامه مسك للجياد المحلية، مفتوح الدرجات، عمر 4 سنوات وأكثر، الجياد والأفراس على مسافة الميل وربع الميل بمشاركة 15 جوادا يتقدم تويضا، يتقدم أسباب إلى المركز الأول، مع أيضا الدخول من قبل ناش والسيف الغيد وكذلك لا تحاول والنجاح جاشي، أسماء مميزة وعلى النيات وكذلك مترنم بهدوء هذه الجيادة، لأن المسافة طويلة طويلة تحتاج إلى التكتيك وإلى ترتيب الأوراق، مع أيضا أسباب يتزعم الطليعة إلى المركز الأول، هل يواصل الصدارة، هل يواصل التحدي والإثارة ودخول أيضا النجم البارز إلى المرتبة الثانية، وكذلك التقدم من قبل ناش وسيف الغيد، وكذلك أشاهد الآن على النيات في المرتبة الثالثة، مشاهدينا ضيوفنا الكرام، متردد يتقدم إلى المرتبة الخامسة، هل يواصل أسباب ابن الفحل النجم الثاقب إلى الزعامة والصدارة، أم يتقدم على النيات بهدوء إلى المرتبة الثالثة، مع أيضا ناش ابن الفحل علم مع عبد الله العوفي، وأيضا الدخول من قبل يتوج من المسار الخارجي، والنشاط يتقدم إلى المركز الأول، أليكسيس مورينيو، مراحل الحسم، مرحلة التسخين تنتهي، تبدأ الإثارة والندية والعطاء، النشاط بقوة، النشاط متزعما يحمل رقم 4، النشاط يتقدم، يأتي أليكسيس مورينيو بهدوء على النشاط، من له ماض لا بد أن يعود إليه، النشاط بقوة يزيد من الأطوال، يتقدم يتقدم، النشاط النشاط على خط النهاية، شعار حسن عيسى محمد الشاعر أبو عنين، ما شاء الله تبارك الله، ولما